السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق كتاب المعاصر كراسة بنك الأسئلة للصف الأول الثانوي الترم الثاني لام الدراسي 2024. نكمل إن شاء الله حل امتحانات الإدارات الامتحان 19. السؤال الأول: It is best to take this medicine. من إنه إيه إن أنت تأخذ هذا الدواء؟ يبقى إنه واجب a must الإجابة لتر C و necessity ضرورة الإجابة لتر E. السؤال الثاني: We must look after children with disabilities. يجب علينا أن نعتني بالأطفال الذين لديهم إعاقات. يبقى with disabilities الإجابة لتر A، who have يمتلكون أو لديهم الإجابة لتر C. يبقى A و C. السؤال الأول في الإجابة الواحدة في الجزء الثاني من الأسئلة: I don't have our any space to shrimps so I can eat it without worrying. أنا ليس لدي إيه للجمبري لذلك يمكن أن أكلها بدون قلق. يبقى ليس لدي حساسية allergy الإجابة لتر B. السؤال الثاني: I am sure you will solve this problem your own. أنا متأكد إن أنت هتقدر تحل المشكلة دي بنفسك. يبقى on your own الإجابة on your own الإجابة لتر A. السؤال الثالث: The poor child's parents died when he was five. He is our an. هنا الطفل المسكين والديه توفوا عندما كان عمر 5 سنوات، هو يتيم orphan الإجابة لتر E. السؤال الرابع: Nadim space the present in gift paper before he gave it to his friend. نديم عمل ايه في الهدية بتاعته بالورق ورق الهدايا قبل ان يعطيها لصديقه؟ يبقى رابد غلفها الاجابة لتر دي. السؤال الخامس: The space we employed in our house does all the housework carefully. هنا تم تعيينها في المنزل لكي تعتني بكامل المنزل بشكل او بحرص. يبقى servant الخادمة الاجابة لتر بي او الخادم. السؤال السادس: I have a bad cold. عندي برد شديد او برد سيء. So it is difficult for me to. لذلك من الصعب علي ان انا ايه اتنفس. Breathe الإجابة لتر E. بعد كده ان شاء الله السؤال السابع: جمال wants to do space to learn how to be a builder. جمال يريد ان يتعلم ايه لكي يتعلم لكيف يكون بناء. يبقى كده عايز يعمل تدريب مهني apprenticeship الاجابه لتر سي. السؤال الثامن: هي از ريل سبيس هي ديد ميني باد ثينجز اجينست ذا لو. هو حقا ايه وقام بعمل العديد من الاشياء السيئه ضد القانون. يبقى جيلتي مذنب الاجابه لتر سي. السؤال التاسع: It is easy to space in touch with your friends. يبقى keep من السهل ان تحافظ على التواصل مع اصدقائك الاجابه لتر دي. السؤال العاشر: حازم asked space he could leave the listen early. هنا asked عندي سؤال مش تنفع ذات، هنا تنفع وزر ودي وزر ودي تو، برضو تو في الجملة الأمرية محتاجة فعل بعديها. عندي إذا بقى، يبقى هنا عندي وزر ولا وزر؟ هخلي بالي هي وزر بالإي بس، دي معناها إذا، يبقى هي الإجابة لتر بي. أما وزر دي معناها طقس، طقس اللي هو حالة الجو. بعد كده نكمل إن شاء الله. سؤال 11: You space make a loud noise in the library or you will get into trouble. هنا ان انت تعمل ضوضاء في المكتبة دوت ممنوع. يبقى mustn't الإجابة لتر سي. السؤال 12: Grandma usually space a short nap if she feels tired. جدتي عادة short nap يعني غفوة قصيرة لو هي تشعر بالتعب. هنا ديت حالة منطقية، لو هي تعبانة يبقى هتنام، يبقى دي حالة صفرية. يبقى كده مضارع بسيط مضارع بسيط، will take مستقبل، takes مضارع بسيط، took ماضي، we take برضو مضارع بسيط. هنا takes فعل مضاف لي اس مع المفرد، we take مع ال I will you will we will they وأي اسم جمع. Grandma مفرد فتاخد takes الإجابة لتر بي. السؤال 13: Having space the good news I hurried to tell my family. Having بيجي بعديها فعل في التصريف الثالث ثم جملة في الماضي البسيط. التصريف الثالث هي received الإجابة لتر A. السؤال 14: No sooner space the noise than we rushed to the spot. هنا no sooner طبعا جت في أول الجملة، يبقى أنا هجيب الفعل المساعد الأول سواء did أو had وبعد كده الفعل. ندور على الشكل ده، we هنا بدأ بالفعل، برضو we هنا بدأ بالفعل، we برضو بدأ بالفعل، بعد ما استبعدنا يبقى had هنا في الأول بعد كده الفعل. بعد كده أحل الباسج سريعا. بعد كده إن شاء الله أسئلة الباسج. السؤال الأول هيبقى دي، الثاني دي، الثالث A، الرابع A، الخامس A، والسادس B إن شاء الله. بعد كده السؤال السابع A إن شاء الله.
الترجمة الإنجليزية العربية: If each citizen has done his duties, he will be able to achieve progress and welfare. لو قام يبقى إيه مستبعدة. لو قام كل مواطن بأداء واجباته سيمكننا تحقيق التقدم والرفاهية. لو قام كل مواطن بأداء واجباته سيمكننا تحقيق الادخار والرفاهية. لا ادخار لا يبقى مستبعدة. بروجريس التقدم. لو قام كل مواطن بأداء واجباته سيمكننا تحقيق التقدم والمساواة والفعل للرفاهية. يبقى دي برضو مستبعدة. يبقى الإجابة لتر بي إن شاء الله. أرفع الصفحة للترجمة الثانية. تبذل الحكومة ما في وسعها لرفع مستوى معيشة الأفراد. The government do its best to raise the individual's standard of living. B. The government does its best to raise the individual's standard of living. C. The government does its best to raise the individual's standard of living. The government does its best to raise the individual's standard of living. هنا raise ديت غلط يبقى كده دي مستبعد. يبقى كده A و B و C. The government المفروض government مفرد ما ينفعش تاخد do يبقى دي مستبعد المفروض does. The government does its best to raise the individual's standard of living or living. See, the government does its best for لا المفروض its best to. بعد كده فعل في المصدر. For لو استخدمها كيف فعل اخرى ان جي. يبقى كده الاجابه لتر بي صح وسي مستبعد. يبقى الاجابه لتر بي ان شاء الله. بعد كده اسئله القسم.